به أن إبراهيم نور الدين انتهى إكلينيكيا من التحكيم. عارف الموت الإكلينيكي؟ ده انتهى إكلينيكيا من التحكيم. هو الموت بس عشان الناس ما بعضهم ما يعرفش. الموت الإكلينيكي ده إن المريض يبقى قلبه ينبض في حياة ولكن لا يسمع، لا يرى، لا يشعر، لا يتكلم، لا يتحرك. انتهى في وانا يا ريت برضو لو انت بقى شوارب عديك 10 على 10 تجيب لي انا قلت ايه يوميها. دي حلقة كانت